السلام عليكم ورحمة الله. وهنبدأ مع بعض أول درس في السيريال كوميونيكيشن، وهو اليو أرت، واللي يعتبر الدرس قبل الأخير في الكورس بتاعنا. طبعا في بعضه الاس بي اي، وده سيريال برضو، وهيكون ختام الكور كونتنت بتاع السلسلة دي. فكرت أطبع الأرتكل بتاع الدرس ده على الورق وأشرح منه، ولكن استبعدت الفكرة دي بسبب طول المقال واللي تخطى 8.5 كي، يعني أكتر من 8000 كلمة، والوورد فايل وصل حوالي 50 صفحة. فعشان محدش يتخض من شكل الورق، فقررت انه يكون سكرين كاستنج للارتكل من على الموقع عادي خالص. كنت نبهت الفيديو اللي فات ان الصعوبة النسبية بتاعة الدرس ده واللي بعده هتكون اصعب حبة بسيطة عن كل الدروس اللي فاتت، ومع ذلك مش عايز حد يفصل مني او يمشي في نص الكلام. فاي بروميس انه حتى لو ما فهمتش ولا دياجرام من اللي هتشوفهم ولا استوعبت كل التفاصيل من اول مره، فانت برضو مع نهايه الدرس هتكون قادر انك تعمل كوميونيكيشن ما بين 2 مايكرو كنترولرز وتخليهم يكلموا بعض عن طريق اليو ارت. ايا كانت نسبه تحصيلك للماده العلميه في الفيديو ده، فحاول قدر الامكان انك تلم اكبر قدر من المعلومات. Just stick with me and pair with me till the end. لو سبق ليك استخدام الاردوينو كبلاتفورم، فالموضوع هناك ببساطه كتابه السطرين دول فقط، serial.begin and serial.print. يمكن ما كانش فيه فرصه تعرف ايه اللي بيحصل behind the scenes عشان السيريال بورت يعمل begin او print، فالنهارده ان شاء الله هنتعلم نعمل ده، وهنفهم الميكانيكس بتاعه البروسيس دي at low level. ومع نهايه الدرس ده باذن الله هتكون فهمت كل التفاصيل بتاعه الكلام ده، وعملت بنفسك وكتبت الديفايس درايفرز لليو ارت، وهتكون معاك الفانكشنز الخاصه بيك واللي ممكن تستخدمها بعد كده بسطرين كود زي ما الناس بتعمل مع الاردوينو. فكفايه رغي لحد هنا، ويلا نبدا في الدرس بتاعنا. ده التابل اوف كونتنتس للدرس. اول سكشن هو انترودكشن للسيريال كوميونيكيشن، هنعرف يعني ايه سيريال كوميونيكيشن، وايه الفرق بينها وبين البارالل، وايه الابلكيشنز بتاعه السيريال كوميونيكيشن، وشويه اكزامبلز او امثله على السيريال كوميونيكيشن بروتوكولز. هي مش بروتوكولز بالمعنى الحرفي، ولكن هي هاردوير، فممكن نخليها سيريال بوردز، واللي تعتبر التسميه اكثر دقه من الناحيه العلميه. وطبعا من امثله السيريال بوردز هو اليو ارت، وهو ده موضوع الدرس بتاع النهارده. فعشان كده هناخد في السكشن رقم 2 انترودكشن تو يو ارت، هندرس شويه تفاصيل عن اليو ارت، وبعد كده نشوف اليو ارت اللي امبلمنتد او الهاردوير بتاع اليو ارت اللي معانا بالفعل على المايكرو كنترولر بتاعنا اللي هو البيك مايكرو كنترولر. تمام، في السكشن رقم 4 و5 هنشوف ازاي نعمل كونفيجريشن لليو ارت موديول عشان يشتغل كترانسميتر او ريسيفر. وبعد كده السكشن رقم 6 ده عباره عن لعب عملي، هنخلي فيه 2 بيك مايكرو كنترولرز يتكلموا مع بعض عن طريق اليو ارت. وفي الاخر خالص في برو تيبس اند كونكلودنج ريماركس، حوالي تقريبا 10 نقاط، وطبعا هحاول اخليهم في نفس الفيديو بتاع اللاب عشان الفيديو ده ما يطولش اكتر من كده. هنبدا بالانترودكشن للسيريال كوميونيكيشن. ببساطه يا شباب، السيريال كوميونيكيشن هي البروسيس بتاعت ان احنا نبعت داتا من مايكرو كنترولر او من كمبيوتر سيستم الى كمبيوتر سيستم اخر، بس بيت باي بيت، بالتاي بالتاي ورا بعض ان سيريال، عشان كده اسمه سيريال او تسلسلي. تمام، ببعت البيتس ورا بعض سيكوينشلي. ده الاختلاف اللي بينه وبين البارالل كوميونيكيشن. في البارالل كوميونيكيشن لا، انا ببعت شويه بيتس مع بعض او حتى شويه بايتس. تمام، كل ده بيتبعت مع بعض in one clock، ده بالنسبه للبارالل. ولكن في السيريال في الكلوكايه الواحده انا ببعت بالتايه واحده، وعشان كده الانتويشن او الكومن سنس بيسجست ان البارالل كوميونيكيشن اسرع من السيريال، ولكن الواقع بيتنافى مع الانتويشن، والسيريال كوميونيكيشن هي الاسرع. وده طبعا بسبب ان في السيريال كوميونيكيشن ممكن اعلى بالفريكوانسي اللي ببعت بيها الداتا او اعلي الداتا ريت، فبالتالي انا بعرف ابعت داتا بالسيريال كوميونيكيشن اكتر من البارالل. مثال على ده اليو اس بي، اعتقد اليو اس بي 2 بيبعت لحد 480 ميجا في الثانيه. وعشان كده الاعتقاد الشائع ان البارالل كوميونيكيشن اسرع من السيريال يعتبر اعتقاد مش صحيح. وبعد كده هنشوف الفاندمنتال كونسبتس للسيريال كوميونيكيشن. اول حته معايا هي الشيفت ريجسترز. لازم تكون عارف الشيفت ريجسترز دي عباره عن ايه وبتشتغل ازاي، لانه غالبا يعتبر الكور بتاع السيريال كوميونيكيشن. وطبعا احنا عارفين الدي فليب فلوبس، واللي بيكون ليها input pin اللي هي D وoutput pin اللي هي Q، ومع كل clock قيمة الداتا اللي على D pin بتطلع كoutput على Q pin. فأنا لو أخدت Q بتاعت flip flop ودخلتها على D اللي هو input بتاع flip flop اللي وراها، وأخدت Q بتاعتها ودخلتها على D اللي وراها، والQ بتاعت D على D اللي وراها، وهكذا وهكذا، وصلتهم in series بشكل متسلسل أو متتالي بالشكل ده. وبعد كده رحت دخلت داتا على input pin هنا اهو زي ما احنا شايفين، وفضلت أدي clocks. زي ما احنا شايفين قيمة الداتا بتتحرك من بت لبت، بتتحرك من دي للي وراها للي وراها. طبعا اعتقد الكلام ده واضح في الانيميشن. بعد كده مع كل كلوك كل بت بتروح للي وراها للي وراها للي وراها لحد ما تطلع بره خالص. تمام، اعتقد العملية واضحة وبسيطة. مع كل كلوك اللي على دي بيروح على الكيو، اللي على دي بيروح على الكيو، وبما ان هما مع بعض في الريجستر او متوصلين مع بعض بشكل متسلسل، فالداتا بتمشي من الشمال لليمين، وهي دي فكره الشيفت ريجسترز واللي بتستخدم في السيريال كوميونيكيشنز. ممكن نعبر عن الشيفت ريجستر بشكل ابسط كبلوك دياجرام بالشكل ده.
بديله داتا هنا اهو على البن. مع كل كلوك زي ما احنا شايفين الداتا بتمشي من البن من البت دي اللي وراها للي وراها للي وراها. مع كل كلوكايه البيتس بتتشفت بمقدار حركه واحده من الشمال لليمين. فانا لو عايز اعمل سيريال كوميونيكيشن ما بين اتنين كمبيوترز، هوصل شيفت ريجستر من الكمبيوتر الاول، هوصل الداتا اوت بتاعه على الداتا ان بتاع الريجستر الثاني في الناحيه الثانيه، تمام؟ وابدا ادي كلوكس، ادي كلوك للشيفت ريجستر ده والريجستر الثاني اللي في الريسيفر اند، تمام؟ همشي الاثنين على كلوك واحده، فال8 بيتس اللي هنا هيروح هناك، تمام؟ ده امبلمنتيشن لشيفت ريجستر ولكن 4 بت. زي ما احنا شايفين انا هحط داتا هنا في الترانسميتر، عملت لود ادي الداتا اللي في الترانسميتر، تمام؟ لسه الريسيفر ما اخدش، فهدي 4 كلوكات زي ما احنا شايفين، كلوك الثانيه الثالثه الرابعه، رقم 5 وصل من الترانسميتر راح للريسيفر. هحط رقم ثاني هنا مثلا 7، ادي ال7 اهي اتحطت في الترانسميتر، وبعد كده هدي 4 كلوكس، كلوك 2 3 4 وصلت ال7 عند الريسيفر، تمام؟ هي دي فكره السيريال كوميونيكيشن، انا عندي شيفت ريجستر في ناحيه والناحيه الثانيه فيه برضه شيفت ريجستر وماشيين على كلوكايه واحده. مع كل كلوك في بتايه بتطلع من ده تروح في الار اكس، في بت بتطلع من تي اكس تروح للار اكس هناك، تمام؟ دي فكره السيريال كوميونيكيشن ببساطه. طيب عشان اعرف الفرق بين السيريال كوميونيكيشن والبارلل كوميونيكيشن، انا برضو عملت مثال تاني هنا اهو بوريك فيه ازاي بنبعت الداتا ان بارلل. هنا حطيت داتا وليكن 5 مثلا في الترانسميتر، والريسيفر لسه ما خدهاش، بكلوكايه واحده بس انا حولت الداتا اللي هنا اهو راحت في الاربعه فليب فلوبز اللي هنا اهو، تمام؟ البارلل انا بمشي باسلاك الداتا كلها مع بعض، انا هنا ببعت 4 بايت، فبالتالي انا ماشي باربع اسلاك ومعاهم سلك الكلوك. هحط داتا تاني هنا اهو في الترانسميتر وليكن 7، هدي كلوكايه واحده بس، ده شكل الباص، بكلوكايه واحده 7 اتحركت من هنا راحت هناك، تمام؟ يعني كل اللي انا عايزه عشان ابعت داتا ان بارلل هو كلوك واحده فقط، ولكن في السيريال كوميونيكيشن انا بعوز شويه كلوكس لان انا ببعت بيت باي بيت، هنا انا ببعت الاربعه بيتس مع بعض، لو عايز اعمل مثلا 8 بت هبعت ال8 بت مع بعض ومعاهم الكلوك وهكذا. التيبل ده مقارنه بين السيريال كوميونيكيشن والبارلل كوميونيكيشن من ناحيه السبيد والديستنس وطريقة العمل والابليكيشنز وشكل الاسلاك. بعد كده الابليكيشنز بتاعه الكوميونيكيشن بروتوكولز ممكن تستخدم كاكسترنال ديفايس او موديولز كوميونيكيشن عشان اتكلم مع ديفايسز او موديولز ثانيه زي السنسورز مثلا وهكذا، وعشان تعمل داونلود او ابديت للفيرموير على امبيدد ديفايس او للكونسول انبوت اوت بوت او للداتا ترانسميشن، او بنستخدمها برضو في الديبجنج انترفيس. امثله على السيريال كوميونيكيشن بروتوكولز، طبعا اتفقنا ان كلمه بروتوكولز دي كلمه مش دقيقه، ممكن نسميها مثلا بورتس. اليو اس بي والكان والاي سكوير سي والاي 2 اس واللين والاس بي اي واليو ارت والوان واير والايثرنت وغيرهم كتير، ولكن دول الاكثر شهره، والانواع الثانيه هتكون سبيسيفيك اكتر وبتستخدم في ابلكيشنز معينه او محدوده للغايه. بس كده احنا خلصنا اول سيكشن اللي هو الانترودكشن للسيريال كوميونيكيشن، وهنختار من كل البروتوكولز دول هنختار منهم اليو ارت ده، وده عنوان الدرس بتاعنا. فهنبدا انترودكشن لليو ارت. اليو ارت ده اختصار لليونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر، واللي بيتباع على شكل تشيب او اي سي مستقله بذاتها، او بيكون انتجريتد بداخل الامبيدد كمبيوترز او المايكرو كنترولرز. اليو ارت بيكون ليه تو بنز زي اللي عندي هنا اهو في المايكرو كنترولر ده، بين للتي اكس وبين للار اكس. التي اكس ده اللي هي الترانسميتر، والار اكس ده اللي هو الريسيفر بن، واحده داتا انبوت واحده داتا اوتبوت. وزي ما شفنا من شويه ان الشيفت ريجستر اللي بيستخدم للسيريال كوميونيكيشن كان ليه برضه داتا انبوت بن وداتا اوتبوت بن. بعد كده ايه انواع اليو ارت كوميونيكيشن؟ في عندي يو ارت او يوز ارت. اليو ارت ده اللي هو اليونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر، واليوز ارت ده اليونيفرسال سينكرونس اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر. حرف الاس اللي في اليوز ارت ده اللي هو اختصار لسينكرونس، وسينكرونس معناه ان في كلوك، يعني انا مش بس ببعت داتا، لا كمان في كلوك لازم اخد بالي منها عشان الداتا ترانسميشن تتم بشكل صحيح، فبالتالي الترانسميتر مش بس بيجنريت داتا، لا وبيجنريت كلوك كمان وبيبعتها للريسيفر. اما في الاسينكرونس مفيش داعي ان الترانسميتر يبعت كلوك للريسيفر، هو خلاص هيبعت له داتا ستريم والاثنين هيقوموا بالاتفاق على بود ريت او على الدات او على داتا ريت معدل لنقل البيانات مع بعض، وهو ده اللي هيحدد بدايه ونهايه الداتا فريم، فبالتالي مفيش لازمه للكلوك. وده تيبل فيه مقارنه بين اليو ارت واليوز ارت، ممكن برضو تطلع عليه. وكده احنا خلاص عرفنا ان اليو ارت واليو ارت تكنيكلي نوت ذا سيم، ونكون خلصنا من النقطه دي ونخش على اللي وراها اللي هي المودز بتاعه اليو ارت كوميونيكيشن. ممكن اشتغل في السمبلكس مود
وده معناه ان الداتا ترانسميشن بتمشي في دايركشن واحد فقط من الترانسميتر للريسيفر. الكونفيجريشن الثاني او المود الثاني لليو ارت هو الهاف دوبلكس. في الهاف دوبلكس الديفايسز بتاخد ادوار عشان تشتغل كترانسميتر او ريسيفر، يعني الترانسميتر بيشتغل ترانسميتر شويه والريسيفر بيشتغل ريسيفر شويه، وبعدين ممكن يحصل تبديل في الوظيفه ما بينهم. اما الفول دوبلكس مود فده الداتا ترانسميشن فيه بتحصل ان تو دايركشنز، من الترانسميتر للريسيفر ومن الريسيفر للترانسميتر سايمولتينسلي، يعني في نفس الوقت. بعد كده المودز اوف اوبريشن لليو ارت ديفايس. انا لو عندي يو ارت ديفايس سواء كانت اي سي هي مستقله بذاتها او مايكرو كنترولر بداخله يو ارت موديول، فهو ممكن يشتغل في مود من الاثنين، يا اما يكون ترانسميتر يا اما يكون ريسيفر، يا اما بيبعت داتا يا اما بيستقبل داتا، مفيش احتمال ثالث. وواضح ان العمليه دي مش ممكن تحصل ما بين اكتر من اثنين ديفايسز، هيكون عندي واحد بيكلم الثاني او الثاني ده هو اللي بيكلم الاولاني، ومفيش احتماليه ان انا اضيف واحد ثالث او اغير في الكونفيجريشن دي الا بشويه تعقيدات. واليو ارت مش معمول عشان يكون ادريسبل ويسمح بوجود اكتر من اثنين ديفايسز على اليو ارت بس، فبالتالي انا عندي اثنين ديفايسز بس، واحد منهم هيكون ترانسميتر والتاني هيكون ريسيفر. احيانا بيسموا الترانسميتر ده ماستر واحيانا بيسموا الريسيفر سليف. والتوصيله بتاعه الار اكس والتي اكس بين بتكون معكوسه، بوصل الار اكس من الترانسميتر بالتي اكس هناك، والتي اكس من الترانسميتر بتروح للار اكس في الريسيفر. يعني ادي البن اللي بتطلع داتا اللي هي ترانسميتر بتروح للريسيفر هناك، والريسيفر بن اللي هي الداتا ان رايحه للداتا اوت بتاع الريسيفر، وهكذا. وطبعا السبب واضح ان التوصيله بتاعه التو وايرز دول بيكونوا كروست، ومع ذلك برضو في ناس كتير بتغلط في التوصيله وبتعكسهم، تمام. ودي واحده من الاخطاء الشائعه، وبرضو بتكلم عليها في بوينت ثانيه في اخر الارتكل. بعد كده هنبص على اليو ارت داتا باكيت، شكل الداتا باكيت اللي بيبعتها اليو ارت ديفايس. الباكيت دي يا شباب بتبدا بستارت بت، في بت عندي بشكل معين بتنديكيت الستارت بتاع الداتا باكيت، وفي بت واحده على الاقل او تو بتس بنستخدمهم كستوب بتس عشان ينديكيتوا نهايه الداتا باكيت. وفي عندي الباريتي بت، ودي بت انا بختار ابعتها او ما ابعتهاش، واستخدمها في الايرور ديتكشن عشان اعرف حصل خطا اثناء ارسال واستقبال الداتا ولا لا. وغالبا ما حدش بيستخدم البت دي، ولكن هي معانا في اليو ارت باكت، ولو عايز تشغلها ماشي، مش عايز تشغلها ما تشغلهاش. الحته الاساسيه او الكور من الداتا باكت دي اللي هو الداتا فريم نفسه، الداتا اللي انا بعتها بتكون من 5 لحد 9 بتس، وانا اللي بختار ده. والداتا فريم في معظم اليو ارت ديفايسز بيكون 8 بت، يعني بايت واحد فقط. وسريعا هنشوف تفاصيل كل فتفوته من الداتا باكتس من دول، وهنبدا بالستارت بت. طبعا الداتا لاين اللي هو الترانسميشن لاين اللي هو تي اكس از نورمالي هيلد هاي، اللاين ده على طول هاي، لكن لما بينزل له ده بيانديكيت الستارت بت، وعشان كده الستارت بت دي بتكون زيرو. يعني الداتا لاين بينزل له ل 1 سايكل، وده بيانديكيت بدايه داتا باكت عند الريسيفر اند. الداتا فريم دي هي الاكشوال داتا اللي انا بعمل ليها ترانسميشن اصلا، اللي هي ال 8 بت اللي انا ببعتها. بشكل عام الليست سيجنيفيكانت بت اللي هي البت اللي هنا از شيفتد اوت فيرست، هي اول بت بتطلع. واعتقد برضو المثال اللي احنا شفناه في الانيميشن اللي كان في اول الفيديو برضو كانت البتس فيه بتطلع من الليست سيجنيفيكانت بت، اول واحده على اليمين هي اللي بتطلع، تمام، لان البتس كانت بتشفت من الشمال لليمين. بعد كده البارتي بت. البارتي بت دي زي ما عرفنا ان احنا بنستخدمها للايرور ديتكشن، ممكن تشتغل ان ايفن بارتي او اود بارتي عن طريق كتابه واحد او زيرو، وهناك هتكون في دايره بتبص على الداتا باكت ده وتعد الوحيد فيه او الاصفار، والرقم المفروض يكون يا اما اود يا اما ايفن حسب الكونفيجريشن اللي انت مختاره. ولو ما حصلش ماتشنج للكونفيجريشن اللي انت مختاره، فده معناه ان الداتا حصل فيها خطا، تمام. فبس يعني هو عباره عن انديكيشن بيعبر ليك اذا كانت الداتا دي اللي وصلت دي فعلا صحيحه ولا فيها خطا. وعاده ما حدش بيستخدم البتاع ده. اخر بت في الداتا فريم او سوري في الداتا باكت هي الستوب بت، ودي تعتبر انديكيشن لنهايه الداتا باكت بالنسبه للريسيفر. وطبعا زيها زي الستارت بت، هي عباره عن زيرو، الداتا لاين بينزل زيرو يا اما الكلوكايه يا اما الكلوكايتين، وبعد كده يطلع تاني هاي زي ما كان هاي. هو الايدل ستيت بتاعته اللي هي الايدل انه يكون هاي. فبالنسبه للستوب بت هي عباره عن 0 او 00. بعد كده احنا خلصنا الحته دي، نخش بعد كده على البود ريت. البود ريت هو معدل نقل البيانات، الوحده بتاعته هي بي بي اس، وده اختصار لبيتس بير سكند، عدد البيتس اللي بعمل ليها ترانسميشن في الثانيه الواحده. الرقم ده يا شباب هو مالتيبلز اوف 300، هو مضاعفات لل 300، وطبعا ليه قيم ستاندرد مختلفه زي 1200 2400 ومش عارف مين، لحد الرقم ده ممكن تزيد كمان عن كده، ولكن اكتر قيمه استخداما هي 9600، وهي دي اللي احنا ان شاء الله هنستخدمها في اللاب العملي بتاعنا باذن الله. بعد كده هنشوف الديجيتال بلوك دياجرام لليو ارت ترانسميتر، وده نفس الدياجرام اللي في الداتا شيت بتاع البيك مايكرو كنترولر بتاعنا. اليو ارت ترانسميشن بروسيس هشرحها بالتفصيل كمان شويه، ولكن حاليا احنا هنعمل بريف ديسكريبشن للعمليه دي. بيكون عندي بافر ريجستر للترانسميشن اللي هو تي اكس ريجستر، ده بيكون طبعا متوصل على الداتا باس، وواضح ان هو واحد من الريجسترز اللي في الرامه اللي هم الاس اف ارز.
وبعد كتابة الداتا اللي أنا عايز أبعتها على UART في الريجستر ده بتروح للـ TSR ريجستر. الـ TSR ده اختصار لـ Transmitter Shift Register، هو ده الشيفت ريجستر اللي البيتس هتتحرك منه وتطلع تروح لمين؟ تطلع على البن اللي هي TX بن اللي هي البناية بتاعة الداتا أوتبوت. طيب فين الكلوك اللي بتدخل للشيفت ريجستر عشان تخلي البيتس تطلع منه بتردد معين اللي هو البود ريت أو الـ أو الداتا ريت؟ إذا في عندي ديجيتال سيركت اسمها بود ريت جنريتور بتطلع كلوكات بتردد معين أنا اللي بختاره وهو ده البود ريت أصلا. وفي عندي تي اكس انيبل، تي اكس انيبل دي البت اللي بتعمل انيبل لعمليه الترانسميشن، هي البت اللي بتسمح للكلوكس ان هي توصل اصلا للشيفت ريجستر وتبدا تشفت البتات اوت، تبدا تطلع البتات من الشيفت ريجستر. طبعا اند جيت اهي، فبالتالي تي اكس انيبل دي لازم تكون عليها واحد، لازم احط واحد في البت دي عشان الكلوكات بتاعه البود ريت جنريتور تطلع وتروح للشيفت ريجستر. تمام، اذا عمليه الترانسميشن بتبدا بتبدا ان انا اعمل انيبل للبت دي. بعد ما تخلص عمليه الترانسميشن واضح اهو ان في انتربت بيحصل اللي هو والفلاج بتاعه اللي هو تي اكس انتربت فلاج. عمليه الترانسميشن دي بعد ما بتخلص بترفع فلاج وبتسبب انتربت، فبالتالي انت ممكن تستخدم الانتربت ده لو عايز، لو عندك مثلا 50 بايت وعايز تبعتهم ورا بعض فانت هتشغل الانتربت بتاع الترانسميشن ده، والله كل ما يخلص بايت بتطلع لك سيجنال، ففي الانتربت سيرفيس روتين تروح باعت البايت اللي وراه فيحصل انتربت تاني فتخش الاي اس ار تاني فتبعت البايت اللي وراه وهكذا. وده يعتبر وصف مختصر لعمليه الترانسميشن، ان انا بكتب داتا بحطها في الشيفت ريجستر والبود ريت جنريتور بيطلعها بره عن طريق البن اللي هي تي اكس بن. تمام، ده بالنسبه للترانسميتر. بالنسبه للريسيفر نفس النظام، في عندي بلوك دايجرام شبه الترانسميتر شويه، في اهو الشيفت ريجستر ولكن البيتس هنا بتدخل، ادي البنايه اهي اللي هي ار اكس اللي بتدخل الانبوت، وفي برضه بود جنريتور بنظبط البود ريت بتاعه على نفس الكلوك، وهو ده اللي بيدخل بيتس او بيعمل شيفت ان للبيتس اللي داخله من مين؟ اللي داخله من الداتا انبوت بن. وبعد ما يوصل الداتا باكت او الداتا فريم على الشيفت ريجستر اللي هو ريسيفر شيفت ريجستر الار اس ار، بتروح فين؟ بتروح للبفر ريجستر اللي هو ار سي ريجستر، وهو ده اللي احنا بنعمل ليه ريد. وطبعا اول ما بتوصل بايت بيرفع فلاج اللي هو الار سي اي اف، وبالتالي بيجنريت انتربت برده، اللي هو انا مش لازم افضل ابص على البفر واصل لي بايت من اليو ارت ولا لا، لا انا بشغل الانتربت وبسيبه، واول ما يوصل لي بايت على اليو ارت ريسيفر بفر ده بيحصل انتربت، وفي الانتربت سيرفيس روتين اروح استلم البايت اللي وصل. طيب لو وصلني بايت تاني قبل ما اعمل استلام للبايت الاولاني، ففي ميزه للانتربت ريسيفر اللي على البيك مايكرو كنترولر بتاعنا، ان البفر ريجستر بتاعه اللي هو ده دبل بفر زي ما احنا شايفين، في ريجستر تاني هنا تحتيه وده فيفو. فيفو يعني فيرست ان فيرست اوت، يعني اول بايت بيدخل هو اول بايت هيطلع. يعني انا لو وصلني بايت ووصلني بايت تاني وراه وما كنتش قرأت الاولاني، هعمل قراءه للبفر ريجستر كده، انا اخدت البايت اللي وصل في الاول. تمام، اذا اول واحد دخل هو اول واحد طلع، وبعد عمليه الريد دي مباشره هعمل ريد تاني لنفس البفر، فبالتالي هيطلع لي البايت التاني اللي وصل، وبكده هكون حصلت على البايت التاني اللي وصل لي وانا كنت لسه ما قراتش الاولاني، فبكده البايت ده ما ضاعش عليا. وده باختصار برضو يعتبر وصف سريع لعمليه اليو ارت ريسيفنج. تمام، بعد كده في الاخر اخر حته في الانترودكشن هي الفيزيكال لاير ستاندردز. اليو ارت يا شباب عشان يعملوا ليه امبلمنتيشن كهاردوير على الكمبيوترز في ستاندردز مختلفه، واشهرهم التي تي ال ليفل يو ارت والار اس 232. التي تي ال ده اختصار للترانزستور ترانزستور لوجيك، وهو ده اليو ارت اللي امبلمنتد في المايكرو كنترولرز اللي معانا. والتي تي ال ليفل في البيك مايكرو كنترولر اللي احنا شغالين بيه بيكون فيه لوجيك هاي اللي هو الواحد، او لوجيك لو اللي هو زيرو، بيناظره 5 فولت و0 فولت، ده بالنسبه للفولتج ليفل بتاع التي تي ال. اما بالنسبه لل RS232 UART فده لا زال مستخدم في الكمبيوترز وبعض اللابتوب، وده اللوجيك ليفل فيه اللي هم الهاي واللو بيكون امبلمنتد على اساس ان الفولتج ليفل بتاعهم يكون يا اما 3 فولت لحد 15 ده بالنسبه للهاي، وسالب 3 فولت لحد سالب 15 ده بالنسبه لللوجيك لو اللي هو الزيرو. يعني الفولتج فيه بيكون يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف عشان يانديكيت الزيرو والواحد. والداتا باكت بتاعه RS232 UART شبه التي تي ال UART عادي خالص، بيكون فيها ستارت بت وستوب بت، وبيكون في داتا فريم في النص، ولكن بس الاختلاف ان الامبلمنتيشن بتاع الواحد والزيرو مختلف بس في الفولتج ليفل. وده شكل البورت بتاع ال RS232، وبتكون فيه 9 بنز، وادي اسماء البنز والفانكشنز بتاعتها، طبعا مالناش دعوه بيها لان احنا مش هنشتغل بيها في الدرس ده. ولو حابب تعمل انترفيسنج انا كاتب برضو في واحده من الكونكلودنج ريماركس ازاي تعمل انترفيسنج من تي تي ال يو ارت ل ار اس 232، وفي موديول او انتجريتد سيركت عباره عن اي سي هي بتعمل كونفرجن من تي تي ال ليفل ل ار اس 232. اخر النقطتين معانا في السكشن ده هما مميزات وعيوب اليو ارت سيريال كوميونيكيشن انترفيس. نبدا بالمميزات،
طبعا ما فيهوش غير تو وايرز، بنستخدم سلكين فقط عشان نشتغل في اي مود، حتى الفول دوبلكس مود برضه بنشتغل بسلكين اتنين. في قابليه لتغيير الاستراكشر بتاع الداتا باكت بالتنسيق ما بين التو اندز المشتركين في عمليه الكوميونيكيشن، وبيكون ما فيش داعي لسيريال كلوك خصوصا واحنا شغالين في الاسنكرونس مود. في باريتي بيت ممكن نستخدمها كهاردوير ليفل ايرور ديتكشن، واليو ارت ويل دوكيومنتد وايدلي يوزد، بيستخدم في كثير من الموديولز والسنسورز، ريلاتيفلي ايزي، يعتبر سهل نوعا ما انك تشغل الموديول ده وتعمل ليه سيت اب وتكتب الفيرموير درايفر للترانسميتر والريسيفر، وبعد كده نشوف العيوب بتاعه اليو ارت. اول واحد من العيوب عندي هو السبيد بتاعه الداتا ترانسفير، واللي بتكون اقل من البارلل كوميونيكيشن وحتى اليوزر. البود ريت في اليو ارت لازم يكون ماتشنج ما بين الترانسميتر والريسيفر، وبنحاول قدر الامكان ان احنا نخلي الايرور مارجن صغيره قدر الامكان عشان عمليه الكوميونيكيشن تتم بشكل صحيح. بعد كده السايز اوف داتا فريم از ليميتد تو ا ماكسيمم اوف 9 بيتس، وغالبا احنا بنبعت 8 بيتس، وهو ده الماكسيمم فاليو للداتا فريم الواحد. طبعا اليو ارت مش بيسبورت مالتيبل سليف او مالتيبل ماسترز، فبالتالي انا مش بيكون عندي غير تو ديفايسز، واحد ماستر والتاني سليف او ترانسميتر وريسيفر. وبكده هنكون خلصنا الانترودكشن لليو ارت، فهنعود سريعا للتيبل اوف كونتنتس ونشوف احنا خلصنا ايه. احنا خلصنا الانترودكشن للسيريال كوميونيكيشن، واخدنا انترودكشن لليو ارت، وعرفنا ايه هو اليو ارت، وكده فاضل ان احنا نشوف اليو ارت اللي معانا على البيك مايكرو كنترولر، وبعد كده هنشوف ازاي نعمل كونفيجريشن لليو ارت اللي معانا على البيك مايكرو كنترولر عشان نخليه يشتغل كماستر وكريسيفر. فهنكمل من مكان ما توقفنا ونشوف اليو ارت اللي معانا على البيك مايكرو كنترولر. اليوز ارت موديولز اللي في البيك مايكرو كنترولرز ممكن تشتغل في اسينكرونس مود اللي هو الفول دوبلكس، او سينكرونس ماستر او سينكرونس سليف، واحنا غالبا هنشتغل في الاسينكرونس مود في اللاب بتاعنا ان شاء الله. بالنسبه للهاردوير بتاع اليوزرت موديول اللي في البيك مايكرو كنترولر، طبعا في بود ريت جنريتور واللي هي البي ار جي، ودي الدايره اللي بتجنريت كلوكس، واللي بنستخدمها عشان نعمل شيفتنج للبيتس اللي في الشيفت ريجستر. وعشان تحدد البود ريت اللي انت عايزه، في عندك سبيسيفيك ريجستر اللي هو اس بي بي ار جي، ده ريجستر 8 بت بتكتب فيه فاليو، والفاليو دي هي اللي بتحدد قيمه البود ريت اللي هيطلع من دايره البود ريت جنريتور. في عندك تو ايكويشنز، معادله بتستخدمها لو كنت شغال في الهاي سبيد، ومعادلتين بتستخدمهم لو كنت شغال في اللو سبيد. وينصح انك تشتغل في الهاي سبيد حتى لو كنت هتختار بود ريت القيمه بتاعته صغيره نسبيا، وده بسبب الايرور اللي بيطلع بيكون اقل ما يمكن. فهي دي المعادله اللي احنا هنستخدمها. هتعوض فيها بايه؟ هتعوض بالبود ريت اللي انت عايزه وليكن مثلا 9600، وتعوض عن اف او اس سي بالتردد الكريستر اللي انت حاططها، وهتطلع معاك قيمه اكس. قيمه اكس دي فاليو المفروض تكون من 0 لحد 255 عشان هتحطها في الاس بي بي ار جي، والريجستر ده زي ما عرفنا ان هو 8 بت ريجستر. تمام. في عندك تيبل في الداتا شيت لو بصيت فيه، طبعا في اتنين تيبلز، انا اخدت التيبل بتاع الهاي سبيد اللي هو بي ار جي اتش تساوي 1 اللي هو ده الهاي سبيد، ولو كانت لو كنت شغال في اللو سبيد ففي عندك تيبل تاني. طبعا ميزه الهاي سبيد ده ان انا لو هشتغل مثلا عند كريستال اوسيليتور 4 ميجا هرتز وانا عايز مثلا بود ريت 9600، تخلي بالك ان 9.6 ده اللي هو البود ريت ولكن بالكي، كي يعني كيلو اللي هي تضرب في 1000. تمام. فانا كده 9600 هو ده البود ريت اللي انا عايزه. شايفين الايرور 16 من 100%، الايرور صغير نسبيا، وعشان كده انا بفضل ان الناس تختار الهاي سبيد بود ريت. وبالتالي هتطلع عندك القيمه هي حتى من غير ما تحسب اصلا الاس بي بي ار جي هتطلع 25، وهي دي الفاليو اللي انت المفروض تحطها في الريجستر ده عشان يطلع معاك بود ريت 9600. وزي كل الموديولز اللي احنا شفناها حتى الان، بتكون في عندي ثلاث انواع للريجسترات: ريجسترز للداتا بتاعه الموديول ده، والريجسترز البيتس اللي فيها بتعمل كنترول على الموديول ككل، وريجسترز الثالثه اللي هي ايه، اللي هي الستاتس اللي هي فيها الستاتس بيتس اللي بتورينا شويه معلومات عن الموديول ده وهو شغال، والاوبريشن بتاعته فيه ايرور ولا مفيش والكلام زي كده. ودي طبعا كلها بتكون اس اف ارز سبيشال فانكشن ريجسترز، ودول سبيشال فانكشن ريجسترز اللي بيستخدمهم اليو ارت موديول في البيك مايكرو كنترولر بتاعنا: ترانسميتر ستاتس اند كنترول ريجستر، ريسيفر ستاتس اند كنترول ريجستر، بود ريت جنريتور ريجستر، وترانسميتر بافر ريجستر، ريسيفر بافر ريجستر. هم دول الخمس ريجسترات اللي بنستخدمهم عشان نتحكم في اليو ارت موديول. بعد كده ازاي نعمل كونفيجريشن لليو ارت عشان يشتغل كترانسميتر، وانا بقترح ان احنا نتوقف عند البوينت دي ونخلي التو بوينتس دول للفيديو اللي بعد ده اللي هو اللاب ان شاء الله، بحيث ان احنا نشرح فيه ازاي نعمل كونفيجريشن لليو ارت عشان يشتغل كترانسميتر، وازاي نعمل كونفيجريشن لليو ارت عشان يشتغل كريسيفر، وفي الاخر خالص نعمل اللاب العملي بتاع الدرس ده، ولو الوقت سمح نشوف الكونكلودنج ريماركس والبرو تيبس اللي بتكون في الاخر عشان الناس تكون عارفه ايه اللي هيكون في الفيديو اللي بعد ده واللي بعديه. هنشوف بس مثلا عمليه الترانسميشن. بالنسبه للسكشن هنشوف فيه ازاي نعمل كونفيجريشن لليو ارت عشان يشتغل كترانسميتر، فالموضوع مقسم الى شويه سب سكشنز وفي زيهم برضو لليو ارت ريسيفر. بشرح الميكانكس بتاعه اليو ارت ترانسميشن بروسيس، بشرحها بالتفصيل، وبعد كده
ده بوريك ايه، بوريك الخطوات، الملخص الخطوات بتاعه اليو ارت ترانسميشن. عشان تعمل يو ارت ترانسميتر وتخليه يشتغل زي ما انت عايز، المفروض هتمشي على ال9 خطوات دول واحده واحده. فبشكل مختصر هي دي الخطوات اللي انت عايز تعرفها عشان تشغل اليو ارت، حتى لو ما فهمتش معظم الكلام اللي في الدرس ده او اللي بعديه، طالما مشيت على الخطوات دي فالموديل هيشتغل معاك بدون اي مشاكل. وبعد كده بشرح ازاي نعمل امبلمنتيشن لليو ارت ترانسميتر درايفر فيرموير، ازاي نكتب فيرموير ينفذ الخطوات دي. بمسكهم ستيب ستيب، بشرح الستيب بشكل تفصيلي وبوريك الكود اللي هنكتبه عشان ننفذ الخطوه دي، 1 2 3 4 5 لحد ما تخلص. وبعد كده بنلم كل ده مع بعضيه ونعمل فول كود ليستنج. زي ما احنا شايفين ده الكود ليستنج بتاع الترانسميتر، اتلموا في 2 فانكشنز. الفانكشن دي بتناظر السيريال دوت بيجن في الاردوينو، والفانكشن دي بتناظر السيريال دوت برنت في الاردوينو. وعشان كده في اللاب العملي في الفيديو القادم هنشوف ازاي نكتب الفانكشنز دي، وطبعا هنفضل نستخدمها بكل سهوله في اللابات اللي بعد كده اللي هيكون فيها يو ارت. بعد كده نفس الكلام هيحصل لليو ارت ريسيفر، برضه هنشرح الميكانكس بتاعه البروسيس، وهنشرح الستبس بتاعه اليو ارت ريسبشن، وهنمسك الستبس دي ونعمل ليها امبلمنتيشن ستيب باي ستيب، ونكتب الكود بتاع كل واحده فيهم. في الاخر خالص هنروح لامين كل ده ونحطه في فول كود ليستنج، وهو ده اللي هنستخدمه عشان نعمل عمليه ريسيفنج. وبعد كده هنشرح اللعبه العملي ونمشي الخطوات بتاعتنا اللي هي الكودنج سيميليشن بروتوتايبنج زي ما اتعودنا في كل اللابات اللي فاتت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الدرس ده، اعتذر على الاطاله، وطبعا كان غصب عني وكان يعتبر تحدي ليا وليكم في نفس الوقت اني اشرح وانكم تستوعبوا كميه المعلومات دي في التايم فريم المحدود ده. وانا شايف ان احنا قبلينا بلاء حسنا وكسبنا التحدي مقارنه بالمحاضرات او الكورسات سواء اوفلاين او اونلاين. ودمتم بخير وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.